السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعات ديالنا، نتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة جينا وجبنا في الدين المليح من نواحي الخميسات، اللهم بارك. وشطاين جودة عالية، 34 يترو ديال الحليب ومولاها، يعني داير لا غارونتي. شنو هي لا غارونتي؟ قال لي مرحبا بأي واحد اللي بغى يجي يتيستي عندي صباح والعشية، وماشي مشكل حتى يومين ويشوف 34. قال لي كاين اكثر من 34، ولكن اللي غيضمن لك هي 34 يترو. بقراه واش طاين الجمع الاول والد عجل بلجيكي اللي بغاهم، مرحبا. ونصح انا اي واحد من المتتبعين العزاز ديالنا، يعني جي تيستي السلعه. كما كتشوفوا السلعه ما فيها لا عروجيه لا والو من ناحيه المشي، بقات يعني قضيه ديال الحليب. انسان يجي تيستي ياخذ راحته، يعني هذا حقك ما تحشمش منه. والسيد يعني فاتح لك الباب الخير ديالو، يعني تيستي ماشي مشكل. ها انتم شوفوا تبارك الله الخيرات، والله يسخر الجميع. بالنسبة للثمن 32,000 درهم، 3,200,000 فرانك، يعني الجموع الأول أول دعجل بلجيكي وكتحلى 34 يترو. اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا وما يكون غير خير إن شاء الله. وما تنساوش تشاركوا معنا كيف العادة، واللي باغي يبيع شي سلعة يتواصل معنا. والله يسخر الجميع، ونخليكم إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.